طبعا احنا متعودين ان ولادنا في الالعاب المختلفه مشرفينا وبيحصدوا على جوائز مختلفه وعلى ميداليات مختلفه. هنتكلم النهارده عن المنتخب المصري للمواي تاي اللي قدر ان هو يحصد على 11 ميداليه متنوعه خلال منافسات البطوله العربيه اللي تم اقامتها في مدينه طرابلس في ليبيا. شارك فيها اكثر من 200 رياضي من 13 دوله عربيه. المواي تاي اللي ما يعرفوش هي رياضه يعني شبيهه بالكيك بوكسنج، يعني بتجمع عدد من الفنون القتالية، ويمكن مصر عاملة ريكورد فيها. خلينا نتعرف على تفاصيل هذه البطولة، تفاصيل المشاركة المصرية. الكابتن محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي مشرفنا النهاردة بالاتصال في صباح الخير يا مصر. أهلا بك يا كابتن وألف مبروك للمنتخب المصري. صباح الورد عليكم، ألف مبروك لمصر وكل المصريين الإنجاز التاريخي اللي حققه أولادنا وبناتنا في البطولة العربية. هو إنجاز كبير فعلا. صحيح، وضح لنا الأول ما هي رياضة المواي تاي وما هو الفرق بينها وما بين الكيك بوكسنج، الفروق يعني العامة. يعني رياضة المواي تاي هي رياضة تايلاندية، تعني الملاكمة التايلاندية، وهي بتمارس فيها اللكم بالقبضة اليد واللكم بالكوع والركل بالساق والركل بالركبة. تمارس على حلبة ملاكمة من خلال تأدية 3 جولات، تقيم اللاعب الكسبان والخسران عن طريق لجنة الحكام، مع ارتداء كامل أدوات السلامة، واقي رأس، واقي أسنان، قفاز، حامي كوع، واقي صدر، واقي للساق. وبيبث اللعيب تقنيات المواي تاي خلال 3 جولات، وبيقيم من خلال الحكام اللاعب الكسبان بياخد 10 نقاط واللاعب الخسران بياخد 9 نقاط، ويقيم بعد 3 جولات بالنتيجة من خلال لجنة الحكام الموجودة، سواء كان فوز بالنقط، فوز بالانسحاب، فوز بالضربة القاضية الفنية، فوز بالضربة القاضية، تقيم بهذه الطريقة. احنا شايفين قدامنا دلوقتي يعني في كده ميكس حلو ما بين الولاد والبنات في سن مختلف، اعمار مختلفة كمان. تفاصيل الميداليات بقى يا فندم اللي حصل عليها المنتخب وتقسيمها ايه؟ والله يا فندم انا فخور باولادي وبناتي ابناء الاتحاد المصري للمواي تاي، ان الاتحاد حدث في العهد لسه مشهر سنه 2020، ابو غير الدكتور اشرف شحاته 159 لسنه 2020، يعتبر اتحاد حديث العهد، لكن عندنا 13 بطل عالم، مش بطل البطوله العربيه، بطل عالم. عندنا ذهبيات بطوله العالم بين اولادنا وبناتنا، حاصلين على ذهبيات وفضيات بطوله العالم، مش بطوله عربيه بس. ويمكن كم ميداليه ذهبيه يا فندم؟ عندي 3 ميداليات ذهبيه، ذهبيه انس عصام، وذهبيه ذكرى صلاح، وذهبيه اريال مجدي، وذهبيه محمد محي، وعندي 7 بطولات لاولادي حصدوها برضه في نفس البطوله. طب اعمارهم قد ايه الابطال، وهل هم ذكور ولا اناث؟ لا ذكور واناث موجودين، ويمكن بناتنا اثبتوا نفسهم وتوجوا على المنصه وتم عزف النشيد الوطني ذكرى صلاح وريان مجدي. كويس، تحيه مني ليهم للاتحاد المصري للابطال ان شاء الله. طب ابرز الدول اللي شاركت بقى يا فندم كانت ايه؟ يعني الدول اللي كانت يمكن منافستها صعبه، خليني اقول لما كان ابطال منتخبنا بينافسوهم. طبعا يا فندم في اتحادات ودول من الدول الشقيقه العربيه هم اتحادات رائده في رياضه المواي تاي، يعني الاتحاد المغربي موجود في رياضه المواي تاي من السبعينات، الاتحاد العراقي موجود في من التسعينات، الاتحاد التونسي موجود برضه فيه من التسعينات، موجود فيه الاتحاد المؤسس من التسعينات، الاتحاد الاردني موجود وبقوه، في كثير من الاتحادات، الاتحاد الليبي، الاتحادات كلها، معظم احنا طبعا احنا اخر اتحاد اشهر في الاتحادات، لكن الحمد لله احنا وصلنا للمربع الذهبي. المنافسه كانت فعلا قويه، وكانوا الابطال كلهم من كل الدول جاهزين وحاضرين، واولادنا قدروا يثبتوا نفسهم الحمد لله. الحمد لله، يعني ألف ألف مبروك لأولادنا، يعني اللي دايما مشرفينا في جميع يعني مختلف كمان المجالات والرياضيات المختلفة. بنشكرك كابتن محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، كل الشكر ليك يا فندم.